بسم الله نبدأ وبه نستعين، مراكب الجد والنشاط نمتطي، والله المعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ يسعدني أن أقدم لكم مقتطفات مما يتداول في مؤسستنا التي يجتمع فيها العلم مع التميز والإبداع، مؤسسة السراج المنير. نعم، ففي طريقي نحوكم وجدت أحاديث هادفة وجميلة تنتظر من يحملها لكم. نعم، أتينا لنقدم لكم أحاديث وسطور من ذهب بلغتنا العربية الجميلة، لغة القرآن الكريم. فالفضائل والمنافع التي يحصلها الإنسان من تعلم وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة لا يمكن حصرها. إذن الآن سنبدأ مع أول حديث، راجينا منكم سماعه وحفظه بشكل جيد. هيا على بركة الله مع الحديث الأول مع التلميذة الرائعة نسيبة غساني. حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. رواه مسلم. كم أنا متشوقة لسماع المزيد، هيا نتمم مع التلميذة الطموحة سلمى زهران. العشرة المبشرون بالجنة هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، الزبير بن العوام رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعيد بن زيد رضي الله عنه، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. الآن مع الأميرة الصغيرة أمينة مذكور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. الآن آخر حديث مع بطلتنا الرائعة مريم أضبيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحشر الذي يحشر الناس على قدمين، وأنا العاقب أي الذي ليس بعده نبي. أتمنى من الله أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بسماع هذه الأحاديث النبوية الشريفة مع بناتي وتلميذات المتميزات سلمى زهران، نسيبة الغساني، مريم أضبيب، خديجة أمنصور، وأميرة الجميلة أمينة مذكور. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.